الهضره كان ديال البوتوكس تلاو غندير الدق نموتو بالسم. درت هاد لافي ديال هنا وهنا وقلب شويه هاد الشفار مزيان. كوكو السلام عليكم. شوفوا ديالنا معانا اليوم دكتور هلو الله يعطيك الصحه. ميرسي بوكو. الدنيا كنشوف عندك بزاف ديال الزبناء وكلهم كيمشيو فرحانين. راه كيعجبوني يديروا عندك لافغ ما شاء الله. داكشي غزال كيحمق. الله يعطيك الصحه. اليوم هذا في الدنيا بيان سور ربي يخليك. اليوم غنديروا شي حاجه سبيسيال تنسالي عليه نوريكم. سمعنا تمام الاستعداد. نبداو هاد النقطه تاع هادو دابا كندير البوتوكس. صبارة دنيا ما عندي ما يتسالك ياك دكتور. صبارة راه كندير بوتوكس ديال التغبيشة ورفع الحواجب شوية. البوتوكس النقط اللي كنديرهم باش ترفعو الحواجب هما هادو. صافي كنديرو هاد ديال التغبيشة هنايا وكنديرو تاع الفخو كون راه جوج نقط بوتوكس فيز اولموست دان. دابا سالينا البوتوكس غادي نديرو المونطون نديرو الدق على ما تشدلك خير مزيان نخلوها هي آخر حاجة. اوكي بالنسبة للشكل ديال وجهك الا درناها رقيقة تحت تجيك زوينة. اصلا دابا الشكل ديالها زوين دونك غادي نزيدو فيها واحد شوية في نفس الشكل معنا مثل الشيب ديالها هكا. قلت لهم غندير الدق نموتو بالسم. على بال ما يشد الكريم باش ندير ليه ليغ صافي نبي مال تضرب شوية. جاتك زوينة شفتوها هاهي. غادي نوريكم البروفيل. شوفوا الداخل شي حاجة زوين. الله يعطيك الصحة دكتور. بصحتك.
دابا قلبنا على لي بران ملي صور ملي تسرح لي برودوي واحد شويه تكون احسن من هكا. هلا بدنا شويه بزاف الفوقانيه شوف باش يدير لنا شويه هاد الفرقة اللي هنا الفوقانية هادي؟ اه حيدوها ولا كتبغيها دخليها تشوفها كي جات. اها شوفها كي جات بلا سؤال تصغير شوية انا دابا زعما وصلنا نكسفها فوق نزرف كدا معايا شي حاجة تنقلب عليه لا 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 صحتك ليس اللي كنت بغار لقيته عند الدكتور هربان الله يعطيك الصحة طب 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 شوفوا هادشي درت هاد لافي ديال هنا وهنا كيجي غزال وقلبت شويه هاد الشفاط مزيان تمام حبيتهم حتى الدقن ديما النتيجه ديالته الاوليه تتحسن في اليومين ولا ثلاث ايام من بعد في تسرح البرودوي تعطي نتيجه احسن ودابا هو عاد دابا نيز النتيجه مازال يولي احسن هكا تصوبي خليك تصوبي راسك دابا تسوي شي حاجه ما يعطيك الصحة